السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك دلوقتي، انا كنت جوزي نزل العفش من الشقة ورفع قضية تبديد يعني، واستلمته عن طريق المحكمة خلاص، والقايمة القديمة اتحجزت في المحكمة. دلوقتي في مشروع صلح يعني، فأهلي طالبين ان هو يكتب قايمة جديدة وهو رافض. المفروض الصح ايه؟ بالتراضي. ما هو يعني لا الطرف ده راضي ان هو يكتب ولا الطرف ده راضي ان هو يتنازل. انت الضحية. طيب يعني حضرتك تنصح بايه؟ والله ما ادري وجهة نظر ابيك ما هي. يا والدي متوفي، يعني اخوالي اللي متوليين الموضوع. يعني عفوا، هو ياخذ نفس العفش ولا هو جاهز في بيته؟ نفسه. لا نفس العفش، يعني هنكتب نفس اللي موجود. ايوه، يعني هو رافض يكتب نفس الموجود. تحقق صيادية بهذه الطريقة. إذا لم تكتبي حقق صيادية. تمام.